اهلا بيكم في قهوه النجوم. لو دي اول مره تزور القناه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناه، وما تنساش تقول لنا رايك. هلو عاملين ايه؟ انتوا وحشتوني، مش عارفه اقرا. هلو عجيكم، مرحبا، هاي. بصوا انتوا وحشتوني بشده، يعني مش قادره اقول لكم ازاي. انا قررت ان انا ادخل اعمل بقى لايف اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي قد الدنيا. بعدين انا عرفت ان في ناس كتير قوي بتمتحن، فعايزه اقول لكم بس اوف لاك يا حبايبي. امبارح في كذا حد بعت لي وقال لي ادعي لنا ومش عارفه ايه، يعني يا رب تكون دعوتي مستجابه. انا دعيتكم كتير، بقول لكم بس اوف لاك. يا احلى قرار، ايه احلى قرار ده. مرحبا 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 مرحبا. صحة فطوركوا انتوا. انا كمان بحب الكشف ماء. بنمتحن، انا عارفه ان انتوا بتمتحنوا. وعرفت كمان امبارح انه بتاع دوت، انه النظام الجديد بتاع ثانويه عامه بقى علمي، بقى علمي رياضه وعلمي علوم في نفس الوقت. فانا طبعا مشفقة عليكم جدا، لان انا كنت علمي رياضه اصلا، وكان في حاجه اسمها علمي علوم وحاجه اسمها علمي رياضه. فطبعا يعني حبايبي كل الناس اللي بتمتحن بس قبلك، اتوحشتوني قوي. انا بحبك كتير يا حنون. شو اخباري؟ الحمد لله. رمضان بس بيخلي الانسان هادي كده وكده شويه. سميه بتقولي ام حلوياتك، ام حلوياتك انتي. ديجا محمد، انا كمان بموت فيكم. ايه مش انا فيروس، الله يسامحك. هرد، احنا في رمضان هاخد حسنات. انا كمان بحبكم موت 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 موت. المهم ان انا دخلت دلوقتي عشان اقول لكم انه انا تعرضت لصدمه عاطفيه وتركني قبل موعد الخطبه بشهر. طز فيه هو الخسران، والخسران مش عشان هو خسران، مش عشان انتي كويسه ولا انتي مش عارفه ايه وكذا. هو الخسران اللي الدنيا داين تدان، وزي ما سابك النهارده علشان خاطر غيرك، بكره هو هيتساب عشان خاطر غيره. هي الدنيا كده، فهو الخسران. منوره محمد، شكرا. اهلا وسهلا بستات وبنات الجزائر. تعالي عندنا السعوديه، ادعوا لي هموت واعمل عمره. بس هما بيقولوا ان لازم عشان نعمل عمره لازم يكون في ناس تكون متجوزه، وانا مش متجوزه مش عارفه اعمل ايه. فبحاول ادور على طريقه اسمها الصحبه الامنه. ويا رب اعرف، لاني كان نفسي اطلع قوي في رمضان بس ما عرفتش اعمل كده. فان شاء الله بعد رمضان احاول اعمل كده. موروكو لاف 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 لاف، سعودي لاف 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 لاف. وانا كمان بموت بك يا سوما. هاجر، انا كمان بحبك جدا. ايه الكلام فل ده؟ ده انت اللي زي القمر. انا بس حبيت اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي، ودخلت عشان اقول لكم كده الصراحه. لانه لا، انا مش في مسلسل هوجن يا جماعه، انا ما بمثلش، ما مثلتش. هما صحيح حشرني في المسلسلات بس انا ما مثلتش. كندا، اردن، انت مين عايز تقدمه عشان تطلع عمر؟ انا هتصرف، شكرا. بدش بينا بموت فيك. واسنان كان بحبك جدا. نموت على شخصيتك القوية. عاو عاو. ولا هي مش قوة، هو سلام نفسي، يسموه سلام نفسي كده، اللي هو الدنيا ما تتهد تتهد ما تتهد ويحصل زي ما يحصل. اليمن طبعا بموت فيكو. احبش من العراق، يروح قلبي. انا ريما، مساء النور عليكم انت حبايبي. بحبك وجارتك حنان، اي لاف يو حنونه. نجلاء، انا بموت فيكي.
إبسوجس أنا كمان بموت فيكو. فلسطين نبض القلب والروح والحياة يا رورو. ويأسي في سيسي نونا الأمارات كلها تحبك أنا بموت فيكو والله العظيم. الله يسعد قلبك ويسعد نساكو ويسعد حياتكو يا رب يا رب. المهم أنه أنا هرجع تاني أقول أنه أنا صحيح احنا انا كمان بحبكم اهل السعوديه وتركيا والمغرب انا بحبكم بزاف 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 كان يبغيكم بزاف صح كده. المهم انه انا صحيح هم بقى 20 يوم بس صومال حبيبه قلبي بس كل ما فتره الوقت بتطول بحس انه انتوا بتوحشوني قوي. اوكي انا رضو حبيت واحد بس هو ما حبيني شو اعمل بطلت حبيه. اي واحده عايزه حد يحبها تبطل تحبه عشان لما انت هتبطلي تحبيه هو هتبطلي تهتمي ولما انت هتبطلي تهتمي هو هيبتدي يهتم ولما هو هيبتدي يهتم هيحب ولما يحب انت بقى ومزاجك الصراحه. بحبك يا رضوى كلامي بيفيدني العسل. راكي عزيزه انا يعني اوكي فاهم يعني كل فرجه فيديوهاتك صرت فرحانه انا بحبكم. ليلة قدر مباركة بإذن الله إن شاء الله بيقال إنه بكرة ليلة القدر عشان بكرة ليلة وترية وليلة الجمعة فبيقال إنه احتمال تبقى ليلة القدر. هودي الراديو حاضر هودي الراديو. بحبك 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 من العاصمة حياة قلبي. أعمل إيه لما حد يسيبني سنجا دي ويخطب غيري كذا مرة ودلوقتي يخاطب وبيقول لي محتاج بس يفضل خاطب. طيب هو انتوا عارفين اصلا يعني ايه واحد بيقول لك تعالي ندخل في علاقه. طيب واحد بيقول تعالي ندخل في علاقه بعتذر جدا يعني بس بيقول لك تعالي نعمل حاجه حرام يعني هو اساسا مبدئيا ربنا ما بيباركش. ده نمره واحد. نمره اتنين بقى طيب لو هو نيته حلال وهو داخل في نيه حلال وفي علاقه حلال وكذا هل طبيعي انه هو يكون بيحبك وبيعرف عليكي واحده غيرك وبيقول لك انا هخطب واحده غيرك بس خلينا مع بعض بيتسلى بيكي ان هو بيتسلى بيكي تحتك بس كده عرفي شوف اللي معايا دي هتبقى اوكي لو مش هتبقى اوكي يبتدي يرجع لك وهكذا وبعدين يبتدي انت في مالي عينه يا حبيبتي ده يغور في 60 ده يا ماما استغفر الله ربنا في رمضان بقى وبعدين بقى معاكم بقى وبعدين انا كمان بحبكم مسا هلا صباح الخير الله يوفقكم انتوا حبايبي. هلا اهلا وسهلا استاذ فادي. I have to go for now لازم امشي بس انا حبيت اقول لكم انه انتوا وحشوني قوي وبكره عايزاكم تقعدوا على قد ما تقدروا تاني وقال بكره ان بكره ليله القدر لان بكره الجمعه وليله وتريه فبالتالي بيقولوا انه العلامات كلها بتقول انه قد يكون والله اعلم احتمال كبير انه بكره يكون ليله القدر. كل واحده في نفسها حاجه تدعي على قد ما تقدر اللي نفسها بقى تخس واللي نفسها شعرها تطول واللي نفسها جوزها ربنا يهديه واللي عايزه تتجوز واللي عايزه يعني ما تتجوزش تسيبه اللي عايزه يعني اي حاجه نفسك فيها اطلبيها من ربنا. حبك قد الدنيا قد العالم الدنيا دي حلوه كده عشان انا خلاص دي 3 ايام على كارثة انا بعملها طبعا انتوا عارفين اونلاين والانسان دايما بيبقى خايف انه يعني ما ينجحش فربنا يستر ربنا كريم. I love you so much بحبكم قد الدنيا خلي بالكم على حالكم زي ما بيقولوا وممكن اعمل لايف بعد بكره ان شاء الله و تشاو تشاو. هاي كل سنه وانتم طيبين حبايبي. النهارده بقى انا معزومة عن شخص حبيبي جدا جدا على قلبي هو ده احمد عمر. الراجل ده هو اللي خسسني ال 30 كيلو بتوع تيا لما كنت حامل في البيت دي وبعدين نرجع بقى لاحمد عمر تاني خسسني 22 كيلو في البيت تمارا دي.
الدكتور الرجيم عامة لما بيعزم البني ادم انا بقى يتخيل ان هو ممكن يعزمه على مشوي حاجات كده، لكن لما يكون بيعزمه على، هو طبعا قال يقول لي ما تفتحيش، بس انا قلت والله لا هفضحك يا احمد يا عمر. فين البني؟ انا شفت حاجه مرات مراته اهي 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 اهي. بص بقى لما دكتور الرجيم، دكتور الرجيم اللي بقى له 10 سنين معايا ويقول لي ما تاكليش وكلي، يقوم هو عامل فيا كده مثلا كده يرضي ربنا، يرضيكوا احمد عمر يعمل كده. هو البشاميل كمان، والبشاميل اللي اتفضل فضلوا البشاميل اهو، بس في شوربه يعني. فاكرين هو عامل لي شوربه؟ فاكرين اللي هو الريجيم بتاع يلا خس في 5 اسابيع ده اللي انا كنت بقعد اقول لكم بتاعه وبعمل عليه، عملتوا عليه ستوري قبل كده؟ انا يا نهار اسود عاملني مبهر، شايفيني مبهر وسمبوسك. انا لو تخنت النهارده هو السبب يعني، دكتور احمد عمر دلوقتي اللي المفروض اللي هو مسؤول عن ان الناس تخس يعمل كده في رضا الشربيه. شوف كل بقى الستات اللي بتروح لاحمد عمر هتقول له ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا هنروح بقى نفطر لان انا معطرهم بقى شويه كتير قوي عازميني هم حرام، وانا بقى هروح ادب الدب ده. ودعوي بقى ان انا ايه، المفروض انا قبل الفطار الانسان بيبقى كيلوهات، بعد الفطار على ايد احمد عمر. لاف يو.